مرحبا، اهلا وسهلا، نحييكم من استاديو الفريدو دي ستيفانو. والمباراة ما قبل الأخيرة، 37 في بطولة لا ليغا لهذا الموسم، قد تكون الفاصلة التي يتوج إثرها فريق ريال مدريد بطلا للمرة 34، ويتوج بها زيزو للمرة الثانية، الذي يعود عندما يعود يتوج الريال. طبعا آخر تتويج للريال كان في سنة كازيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، إيدن هازارد. مباراة نصف نهائية، ليس نهائية ولكن نصف نهائية. فاران يدخل، يخرج الكرة، احنا الملوك، عناصر الريال، كارفاخال، كرة خطيرة، غلوبة خطيرة، شوكويزي محاصر بزوج لاعبين، وكازيميرو يدخل بقوة البرازيلي كازيميرو ويتفوق ويخرج هذه الكرة من أمام شوكويزي، يبقى ساقط، خرجها يا داني، خرجها يا داني، فضل يبقى يحتفظ بها. قلت بأنه فريق فياريال مع إيبورا موجود في كرسي الاحتياط هنا في الكارفاخال لوكا مودريتش، لوكا دخل، لوكا دخل، لوكا دخل، لوكا أرضية، والله وصلت الكارفاخال، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، أرضية، خطأ، يصفر الحكم. من هنالك توني كروس يرفع كرة عالية والدفاع يخرجها، إيدن هازارد وتوني كروس والكرة ضاعت، تسديدة، لا لا، كارلوس كازيميرو كرة بعيدة، صاحب 4 أهداف هذا الموسم مع فريق ريال مدريد. ما استلم ودخل، راح كريمي، وصل بنزيما، يحمر رودريجو، في وضع التسلل، في وضع التسلل، استرجاع، راح بنزيما طلبها، وصلته كريم، رائع الكرة هذه من كريم بنزيما بيسراه، صاحب 19 هدفا، ما زال ينافس على لقب بي تي جي الدوري. تلعب على جهه اليسرى نهايه مورينو، مورينو يغير تماما من هنالك، وبنجما يلعب في السيتي، وانطلق من إيدن هازارد، وفي خطا يرتكبه المدافع سفيان تشاكلا الذي يتلقى من هناك، توني كروس، كره خارجه بالراس والدفاع، هنا يوجد كارفاخال، كارفاخال والكره البعيده لكريم، توصل من هنالك، وضع التسلل يشير لها الحكم المساعد في هذه الكرة البعيدة من طرف مورناليس، خطير الكرة، شوكويزي، وليمور، كريم مازال داخل منطقة العمليات، كريم، التوزيع والدفاع على جهة اليمنى، كارفاخال مع رودريجو، رودريجو من قبل المدافع روبن، انطلق لوكا مودريتش، كرة جول، صعب الكرة، بنزيما، والله وجول، تخطي تدفع الثمن امام الريال، لوكا مودريتش وكريم، وجول، الهدف رقم 20 لريال لبنزيما، هو الهدف الاول لريال مدريد. يا سلام عليك، لوكا مودريتش اخطف الكرة من دون ان يطرح اي سؤال، مرر لكريم، كريم بدوره امام الحارس يسدد تحت ارجل اسينخو، يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه 20. يبدأ يخرج الآن عناصر فياريال كردة فعل، أونغيسا ضيعت الكرة من سفيان تشاكلا، استلمها لوكا مودريتش ومررها لكريم بنزيما. في الهجمات المعاكسة عندما تكون هكذا دفاعات مفتوحة بالنسبة لعناصر الريال، هو واحد من أخطر جالو جاسبار مرة ثانية يلعبها مع مورناليس، كينتي، الكرة البعيدة ولكنها بعيدة كثير، راح تسهلها رودريجو، كرة صعبة، رودريجو، رافائيل فاران وراموس، واحد منهما الكرة مرفوعة بعيدة كثير، التغتيزي ومورينو، شيكويزي ومورينو، شيكويزي يدخل، الكرة لم تمر، مورناليس، مورناليس، مورناليس لكينتي، وكارفاخال، هازارد، راح هازارد، مازال بينيا معاه ويلحق عليه غاسبار، رودريجو خلفه كارفاخال، رودريجو، وي كارفاخال، كارفاخال، وي، والدفاع بدون احتساب. طبعا التغييرات التي تحدث بين شوطي المباريات، الكرة في الوسط، كان فيه خطأ، صفر الحكم على المدافع سيرخيو راموس، انه يسجل 10 اهداف، نعم هو افضل رصيد تهديفي، راموس لمدافع كينتي، توزيع، والدفاع يتدخل عن طريق ليونغيسا، زامبونغيسا، كرة في العمق، والتغطية دي يبحث عن إيدن هازارد، يحاول يمر هازارد، معاك هازارد، يحاول يمر هازارد، وأونغيسا، مندي يغطي كورتو، مندي مازال محاصر، 4 لاعبين، كارفاخال، كارفاخال، اي 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 يا كارفاخال، ما زالت الخولة، انتي فايروس، انت فايروس وليس انتي فايروس، في هذه الكرة يتحصل على مخالفة وبطاقة صفراء لصالح مودريتش، اي 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 اي، لعبة كبار من كارفاخال، يحاول البحث عن احد الرؤوس،
الرقية تنفذ، جيبو كورتوا الأملاك يلتقط، رودريجو استلم الكرة، رودريجو حامل الكرة من أمامه أنتي فيروس، والخطأ الخطأ هذه المرة يرتك، تنفذ الرقية من طور كروس ودي يدخل، راح البلدوزر دخل مندي، مندي راموس ومورينو رافائيل فاران وراموس ولوكا مودريتش، وي انتي فايروس، والبطاقة الصفراء للوكا مودريتش هي الثانية ام الاولى؟ ما يكون كازورلا موجود، التسديدة ولكنها بعيدة، كرة البعيدة هيلة الكرة من هنالك في اتجاه توصل لكينتيا، الحق عليها على الجهة اليسرى، كرة خطيرة كينتيا، احتكاك بين تيبو كورتو او كينتيا اعتقد من هنالك. سلامات، سرعة فايق وشمها راموس، دخل راموس، راموس وفينيسيوس، وضربة جزاء لراموس ولريال مدريد، يصفرها حكم المباراة عند الدقيقة هدف الحادي عشر، راموس لالا بنزيما، راموس كرة بينية مع كريم بنزيما، لعبتها لمستها ام لا؟ لم تلمسها، لازم تلمسها باش يضربها بنزيما، لازم تلمسها، مش عارف انا ما شفتش اذا كان لمسها ام لا. من قبل كريم بنزيما، يستعد بنزيما ويسجل الهدف الثاني، ثنائية من كريم بنزيما، هدف الحادي والعشرين، ولو انه اللاعبين في المستوى العالي وفي المستوى ولو انه مش الكثير، يعني فيه بعض اللاعبين لانه القوانين ربما، لانه القوانين تتغير في كل مرة وبوردو